شفتي يا مصطفى؟ نعم شفتي حاجه في النام؟ تتني عيني شفتي حاجه في النام؟ يمكن شي خبر على توريا؟ لقيتي شي فكره الفيلم؟ العجب على لسانك توريا وانت كتفكري في نور الدين. ها القهوه واجده الناس، قهوه توريا. الو وي نور الدين، هذا شخبارك؟ لاباس الله يسلمك. لا ماشي خديجه، توريا حضراوي. لاباس الله يسلمك توريا، جبرها لاباس عليها. الفاميو غادي تشارك معنا ان شاء الله في الفيلم. هو مصطفى ندوزو لك، كيتسناني المكالمه ديالك. الو نور الدين، صباح النور. نعم سيدي، هالفكره غادي نمشيو للعراق، اون ايكيب تري ريدويت، نبحثوا على شي ناس كنا تعرفنا معاهم في 74 75 الا باقي تعقل، ملي كنا في اطار دوك الافلام الوثائقيه اللي كنا عملنا بور لو كون دو لاي فاو، سينمائيين وفلاحين. ايه كنا تعرفنا معاهم تما، نمشيو نشوفوا واش دارت بهم الظروف، شرفين لحتهم الاقدار من بعد هذه الحرب. ما كنا خلينا في مشينا بغداد موصل. انت هادي يا مصطفى؟ واحد المحل غادي يمشي دونك مصطفى وعبد الكريم وعمر شريبي بور لاسيستانا في لا بريز دو فيو ولا ميز ان سين بيسكيل بو فير لي دو. توريات بجوج، جبرانو الحضراوي وانا. اون سكوند شاد زيزا جي توري جبران. ابون نعم نعم دويا مع نور الدين سيد. وي سلم عليه، بوسي من عندي. جي مونكري با سيغ ان بو هذاك سي مصطفى كي طوم. لا بغينا نديرو هاد الفوال ونلبسوك الابيض بحال شي عروسه. وي ماشي جاو سماوك الزهير. الاغ جي ان بو غاو جي مي بانش صافي ماشي باش وعدات نيتوري. انا كنسمع نور الدين قلت لك لو ماتيريال دو بريز دو فيو لو ماتيريال دو بريز دو سون لو ترونسبور اي تو لو ريست Je le prendrai à Bagdad même. Eh ouais. شكون هاد البنت تساعدك؟ هاديك منى. اش كدير معاكم؟ مصطفى بغاها دير معنا واحد الدوير. وي. لا توريا. مساء الخير. مساء الخير. Je te présente Mouna. استاذ عبد الواحد. منى لاباس؟ لاباس. باغا دير السينما. امدرا مصطفى كاين شي خبير على الفيلم. يلاه خليت فاطمه كتهضر معنا. لا مصطفى. لا خويا. الفيلم لازم خصو يدار. واخا نعرفوا نوضوا عليه غيره اخرى. وايلي الناس كتلقى الفلوس باش دير الغيره وحنا ما نلقاوش باش نديروا فيلم. انا اللي بغيت نفهم هو علاش فلوس الدمار، فلوس الخراب ديما موجوده في الوقت اللي الملايين من الناس كتموت بالجوع بالمرض بالقهر. بغيتي الصحه مصطفى، والله ما حنا رجال اللي مخلين الشمايت دايرين فينا ما بغاو. ايوا تزغريتي هادي شويه بحال هاد الكلام كاع ما كتقولو في التلفازه. كدير كتوم في المسرح؟ تمشي للمسرح؟ لا وعلاش؟ ايوا ديك جوج سوايع او ثلاثه اللي غنضيع في المسرح كنربع فيها اكثر من داكشي اللي كتصورو توريا جبران في شهرين او ثلاثه ديال الخدمه. الفلوس اللي ربحتي هاد المده كلها شنو درتي بها؟ كنت درت بهم هذاك المشروع مع فوزيه، دخلت انا وياها شركه مع واحد السيد من لهيه، كنت تكلمت لك عليه ما عقلتيش؟ عقلت. هو شرى المحل دارو في سميت فوزيه حيت كان معاها، كان كل ما يجي لهنا كيكون عندها، مره كيجيب معاه شي واحد من صحابو كانت صابانة تماك كنعيش معاهم ايامات. راه فراسك الهضره. فراسي الزاهيه. واش يمكن لك تعاودي لينا كيفاش دخلتي اول مره لهذا الميدان؟ اش غنقول لك اتوري، قصتي ما كتختلفش على باقي القصص، صنفناها كودين. شكون قال شهرزاد تصرف بحال هاد التصرفات؟ هي اللي كان مستقبلها ومستقبل حفيدها إلا بغات مين يديها. كنتكلم على شهرزاد ديال الأسطورة بالطبع، شكون قال ليه هزها الحال بريحة الثأر والانتقام من بعد ما كان حالها يتمناه كل حال؟ أما أنا قبح الله الفقر، خرجت واحد النهار من الدار بكرشي جيعانة وطلعت العين الدياب، الراجل الأول بوه اللي جا قدامي صدت فيه. كانت واحد الحملة هنا على البلاد، الناس جاية من بيروت خايفة لا تفوتها شي الويلة من ألف ليلة وليلة، وما لقاو الرخا وحنا لقينا باش شهر شهرين لا صيانات في هاد الميدان ما بقاوش كيبانو قدامي. عين الدياب ومالين عين الدياب تحت رجلي، اللي درتها اللي قلتها هي اللي تكون. كانت هاد الكيره تكون ديك الوقت كنت نوقف بوها، والله بوش براسو معايا لا زاد كلمه. قولي واش تبغي تقولي شي حاجه ما سولتكش عليها؟ لمن ما عرفتش ليا للناس لراسك؟ لا ما عندي ما نقول،
هشي يفيد نقول ولا ما نقول. بالحق نبغي نوضع سؤال. كنت واحد النهار في الرباط، مشيت نزور شي حد من العائلة عندنا نعت في سبيطار مولاي يوسف. داكشي اللي شفت من البشر هذاك النهار كيخلع، ما عرفت شنو كان اللي خلى الناس يتجمعوا هكذاك بالألوفات. المهم السؤال اللي بغيت نوضع هو هذا، واش بصح الكويت عراقية؟ أنا ونقيخ ما ولي ويخ، أنا ونقيخ ما ولي ويخ، أخا سوالي حلانة وتنيخ، أخا سوالي حلانة وتنيخ، ما ونقيخ ما ونقيخ. شدي الردامونة. علاش أنا جات؟ ولكن ما بقاش تدور عليا هكا، قلت لك رومبون ولا؟ والله ما كره تنطير نفرفر حلق في السماء. انا والله ما كرهت نطير. اجيوا البنات على قلت ما يدار، ما بغوناش نتكلموا على لي بروستيتوي، قلبوا على شي فكره اخرى. كي درتي لها صاحبتي سبع شروح نخدمي على الفكره وفي الاخر يجي واحد خايف على بلاصتو يضرب لك كل شيء في زيرو. بزاف كاين شي اقتراحه فاطمه؟ شنو هي الأسئلة اللي عندك؟ السؤال الأول شنو هو الأثر اللي خلفت عندك الحرب كإنسانة وكمثقفة؟ السؤال الثاني كيفاش وليتي كتشوفي الغرب مع هاد الحرب؟ والسؤال الثالث باش كتفسري رد فعل الشارع المغربي تجاه الحرب؟ إيوا بمن اتصلوا؟ اتصلوا لالا ب عائشة بالعربي، حكيمة حميش، لطيفة توجاني، شعيبية طلال، وفاطمة المرنيسي. قلتي فاطمة على المقال ديال فاطمة المرنيسي؟ إينا هو فيهم؟ بين التناقض ديال الغرب بالنسبه لحقوق الانسان وبالنسبه للقانون الدولي اللي كيدافع عليهم في جهه وكيضربهم في جهه اخرى. بروفيسور عائشة بالعربي 3 دوزيام اكسيون. اظن ان حرب الخليج جعلتني افكر بعمق في مفهومين، مفهوم الديمقراطيه ومفهوم حقوق الانسان، مفهومين كان الغرب يتبجح بهما ويتبهج بانه مبدع هذين المفهومين والمدافع عنهما. فباسم هذين المفهومين قام جورج بوش وحلفائه بالهجوم على العراق وبتدمير ممتلكاته ومنجزاته الاقتصادية وتدمير مآثره التاريخية والعمرانية التي ليست هي ملك العراق وحده ولكن ملك الإنسانية جمعاء. فباسم أيضا القانون الدولي هجم العراق ودمر، فلماذا لم يطبق القانون الدولي عندما احتلت إسرائيل القدس واحتلت الجولان؟ حقيقة إن الدفاع عن كويت سيتي وعن نفط بلدان الخليج هو أسمى وأجد من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والشعب العراقي أيضا. فحرب الخليج هي حرب استعمارية لأنها تهدف إلى استحواذ يعني خيرات العرب والممتلكات النفطية. هي أيضا حرب إمبريالية تريد بسط النفوذ على البلدان العربية، ويمكن أن أضيف بأنها حرب عنصرية لأنها حرب ضد العرب وضد الوحدة. وي 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 فهم بخير يا نجو توريا خل الميكرو عطي أدار في الميكرو. ثم إن هذا السائح الخليجي لما وصل إلى المغرب لم نراه يزور معالم المدن العتيقة. غير نقول لك واحد، وكيفاش كتناقشي معايا دابا؟ عرفتي مقلقه صافي خليني هانيه. ولكن صاحبتي غير سجلي هذه القضيه هذه ناقشوها من بعد. ولا بد غادي نقولها لك، عرفتي انا من رايي اننا غادي نخدموا مع مصطفى في هذه القضيه باش نحاولوا نوسعوا النقاش يشمل عيالات اخرين من غير المثقفات. واخا غادي نهضر مع نجاتي ولكن لا بد نناقشوا. توريا شوفي وكان خليني نمشي معاك. لا لا غير خليك على العام كتهضري صاحبتي داكشي اللي فات هو اللي غادي دير. توريا اجي نقول لك شنو بغيتي عاوتاني؟ كانت غير وقعت شي حاجه عيط عليا في التليفون ولا بغيتي ندوز مورا باش تقولي لها ليا. لا لا بلا ما تعذبي راسك كنخدم طاكسي والسلام. شوفي البنت اتوريا كوني تسمعي زدتي فيها فاطمه ناري شحال راسك قاصح.
عليك. والله الود ما بقاش في النسان تيم كثر من 3 شهور هادي. كاين شي خبر عليه بعدا ومنين؟ عرفتي شحال كتسوى المكالمة من نيويورك هنايا؟ أنا بنيتي ما بقى عندي لا ما نقدم ولا ما نوخر. الله غالب سيري اللي كنتي دي حيلة والسبب في هاد المصيبة. أنا اش باغية ليك؟ هذا غاب جداتو القرة وهذه هي دايرة فيا ما بغات. بيعي لك الزمر ودي شي بيعة وشرية. وأنا كرتاتورية غاف كلي من هنا مزوقة فيك. واش بغيتي ندير معانا فوزية؟ اللي بغيتي أنت كتسمع ليك. واه ما بغات تخدم ما بغات تخلينا نخدمو وجابها واحد البرهوشة شاد عليها معاها. مونا اش كديري هنا؟ نزلي بحالك. الو شحال نتوما؟ حنا ثلاثه زهيا هادو شي ناس بغاونا نمشيو عندهم. شكون هادو؟ مين؟ واش قلتي نمشيو؟ ما غاديه فين؟ باغيه نرتاح. قول لهم هما يجيو عندنا. زهيا انا داويه معاك. ما يجي عندي حد. لا لا واش عرفتي راسك فين انت بعدا ولا لا ولا غير كتهضري؟ فين انا؟ في محلي في داري ومن الان قلت لك تعمليه واللي نطولوه نقصروه. قصوه النيت حتى انا باغا نقصر. والله ما تبقى فيك غير لا ديتك مع عمرك وندخل عليك نحل طول عمري. واش تمسيني فيه الا ولدي؟ ولدي امي مزيا شنو درت؟ غرقت راسي في ما نبقاش نبعد وخرجت على ولدي لما خليتك تقع. ولدي خليته مع الوحوش فبستان نرجع غابه وانا ما حساش. نتوما راني نشرب ندوخ بغيت نشرب. سد معك هذاك الباب. مجزريني وانا كنموت من العطش. اعطيوني السكر. من لي بمؤمن فاسق وظيفته تعرية هذه المهازل؟ من أين لي بطعنة تعيد إشراقة الروح وتسعرني لهبا؟ وكأنك مندور للإنكار، وكأن أبا سفيان ما زال يزكي فينا نعرة القبلية باسم اللات والعزة، وشورى التجار تضبط دورة دمنا. أي عرب نحن؟ يا ما قتلت وذبحت صلبكم باسم الجاهلية، واليوم تقلب دمكم. لفيتوا بناتكم في الصنادق كالسلعة. بغيت نفهمكم غير مرة واحدة وتفكيري خاب. ياك الجيش نتوم خلقتوه وبحروف الدمار حملتوه، ياك العهر نتوم قننتوه وفي زناق بابلون نشرتوه. قطعتوا حبل السر وتاجرتوا في العرض والتصيلة، في الأم والبنت والأخت. شدبتوا أشجار لبنان الشامخة بالبايب لاينس الخليج. بهدلتوا أهرام مصر وحسنواتها الصمر بعطف الأثرياء الأغبياء. يا شرق وأنت يا غرب هذا الوطن يا الكبير، أي نوع من العنف أمارسه على ذاكرة المؤنثة حتى تتفسخ وتنحل ثم تذوب في دمي؟ تفو ابتعدا عن ظلي واخرجا من مرآة حياتي. وخا ريبروني لو تيكست et que chacun le dise à sa manière. يا شرق نباح كلاب لياليك يطلع من دمي، وهذه مراياك مشبعة بجدد العضار الزاهيات الداميات. كيف أنتمي إليك خارج الحداد؟ كيف أصوغك ضحكا وأنت الفجيعة والبكاء؟ بل كيف يستوي لساني بعربيتك المحنطة بدماء الدنس والفجور؟ كفرت كفرت بك يا شرق، والدم تغريدة وموال. يا كنتو ما تفقتو تفقتو.
تشوفوا شمسكم كيف سيرة تموت؟ ما العقلكم خف؟ صبحتي بالأساس لا راس ودم أولادكم انزف؟ لا لدين لا سر لزين لا أصلا فصل غير الشيح والريح والهو اللي جاي يديك توصلوا بك الجيل القهر والجهل. وانا اللي عمري ما حلمت نشوفكم مجموعين يا حمار وانت ما جاي تخبار. نهار تجمعتوا الخوت ريبتوا بيروت وخربتوا بغداد وبغيتوا تمحيوا البصرة. يا شرق ويا غرب غباء عن ذاكرة en train de farfouiller à main nue dans ce tas d'excréments que peut devenir le devenir de ce monde. جيبوا العسكري جيايس FBI CIA ديروا لكم لا سيركيلاسيون في بلادكم. انت فوت وقف انت مول من يفوت مول الشمال يموت شنقوه لا يخرب لكم المله. شكون يعرف يمكن يجي يوم شفارتكوف بوش وغير بوش هم اللي غادي يوريو لنا القبله. تو تو ارى لي الحجر. وإني لمنتظرة محاكمتكم على أحر من الجمر ولن يكون قاضيكم العادل سوى دماء دجلة وصديد الفرات.